وأما وصفه صلى الله عليه وسلم من حيث جهته الخلقية فهو صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان فخما مفخما وجهه كالدائرة القمرية أطول من المربوع وأقصر من المشذب الذي طوله قد فان عظيم الهامة أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب غير مقرونية لا يجاوز شعره شحمة أذنيه رجل الشعران بين حاجبيه عرق يدره الغضب أقنى العرنين ذا الحلية الحلية له نور يغلوه يحسبه من لم يتأمله أشم وهو خطآن كث اللحية سهل الخدين الوردية كامل الجمال فطرة أدعج العينان واسع الفم يفتتح الكلام ويختتمه بشدقيه العسلية أشنب وقد صح أنه مفلج الأسنان له شعر دقيق من صدره إلى سرته يسمى المسربة الشعرية وعنقه جيد دمية في صفاء الفضة بيضان معتدل الخلق بادنا متماسكا ذا روائح مسكية طيبية سواء البطن والصدر مسيحا بعيد ما بين المنكبان ضخم الكراديس أي رؤوس العظام المجلية أشعر المنكبين وأعالي الصدر والذراعان عاري الثديين مما سوى ذلك بتصحيح الشمائل الترمزية طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمان سبط العصب سابل الطرف ذا النظرات الجمالية ينبو الماء عن كفي رجليه إذا ضحك يفتر عن مثل حب الغمام مبذ لذلك الحبان أي الحبوب المحضية نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ركبانا ومشيان دائم البشر يبدأ من لقيه بالسلام إذا مشى كأنما ينحط من صبب مشية روحانية دائم الفكر طويل السكوت متواصل الأحزان اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان.